إني حننت إلى رؤياك مجد الرحيل، مجد الرحيل فنبع الصبر قد نطوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من لقش حلبي. بيقولوا مثل السوق المعرة، ألف بياع ولا شرة. يا سيدي الله يرزق أهل المعرة ويرزق أهل حلب وأهل سوريا، من الجنوب من حوران إلى عزاز. وأحيانا بيقولوا متى هيك حلو، يقول لك ألف قلبة ولا غلبة. وفعلا ترى يعني أنت لك الخيار في البيع والشراء لمدة 3 أيام، بعدين خلص أنت ملزم. أقول لك تعا تمن هالبضاعة، إيش بيقول المثل؟ إذا كنت غشيم عطي نص التمن، يعني على الأقل ما بتخسر. وبيقولوا كمان إجا الأصيل وبطل الوكيل. الأصيل يعني صاحب العمل. بيقولوا كمان عينك معك قرشك معك، يعني مع هدول مع بعض البعض، وإن وقعت الله لا يرحمك. إيش معنى الكلام؟ يعني أنت فهمان وقدامك الشغلة ومصراتك معك، فكر وفهم واشتغل على المزبوط. إذا ما قدرت على المزبوط خسرت، بتستحق. وبيقولوا وين ضاعت الغلة؟ قال بالمسواق. الحقيقة كتير ناس مثل حكيتي بيبيعوا بيشتروا بيخسروا. أنا الحقيقة لولا أنه يعني بعض الناس اللي بيساعدوني بالحسابات، والله أنا يعني الحقيقة ضعيف بالحساب. بيقولوا كمان تحت عنوان الصنعة وعمل اليد، بيقولوا كار في اليد أمان من الفقر. أي والله لازم الواحد يتعلم. نحن بالغربة، اللي إجي عن غربة وبإيده صنعة ما شعر بالضيق، اللي ما بيده صنعة بدي يتكفف الناس. الصنعة إذا ما غنت بتستر، إيش رأيكم؟ إي والله حكمة هي تنحط في باب الحكم. وبيقولوا إذا جار الزمان عليك جور على إيديك. إيش معناها؟ يعني اشتغل، ما تقول طعموني يا ناس ومن الله من باب الله عز وجل وارزقوني وكذا بتكرموا علي، واحد بيعطيك وعشرة بردوك، لا اشتغل اشتغل. مو كل من صف صويني قال أنا حلويني. هي إلى قصة عندي، عام 1966 قدمت أروح على الجيش. أمي قالت لي الله يرضى عليك يا ابني ما بدي الجيش، أنت قبلت بالجامعة ولا تروح. بس ما صار فيني إنه ما أروح على اللقاء، رحت على المقابلة وقابلت العقيد اللي كان هو قائد المدرسة. قال لي إيش بيشتغل أبوك؟ قلت له بياع شوالات. شلون شغله؟ قلت له والله إجت الحكومة أخذت كل شيء. قال إيش الحل برأيك؟ قلت له يراجعوا الشغل لأهل الشغل، ومو كل مصف صويني قال أنا حلويني. ما سألني غير هالسؤال وقال لي الله معك، عرفت إنه صرفوني. هل في الدار هل في الدنيا كارو طبال، في الآخرة كارو زمار. إيش معناها؟ يعني أنا اشتغلي ما بطعم خبز، لكن بالزمان صار الناس يحبوا الغني والموسيقى، تغيرت الأمور. والله يا حبيبي تغيرت، بس والله أكل الحلال مطلوب، أما الغنى وما شابه ذلك فليس فيه بركة. سامحوني ما كل الناس يعني هكذا. الصنعة شرف والمعيار منا خرف. اشتغل مد ايدك
لازم تشتغل، إذا ما اشتغلت ما حدا طعميك. أهلا وسهلا بالشباب وحياكم الله وبياكم، ولقاء قادم إن شاء الله بيجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني حننت إلى رؤياك مجد الرحيم.